موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، يا هلا والله بالطاش والراش والبيض المفقش على كل مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم وخاصة برنامج عصريات. برنامج عصريات اللي يأتيكم يوميا من السبت وحتى الأربعاء على مدار ثلاث ساعات من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا. وزي ما تعودنا وكالعادة الساعة الأولى هي الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. أيضا الساعة الثانية راح تكون خاصة بفقرة منامات مع الشيخ يوسف الحارثي، يعني كثر خير الشيخ، البارح أنا تكلمت معه بكل أمانة، يعني وافق انه يعني ما ابدا ابدا انه ما عنده اي مانع انه تكمل الى 45 دقيقة الى وقت الصلاة. ايضا الادارة مشكورة برئاسة الاستاذة رشا الامام برضو وافقوا كل هذا. ايضا في ناس كثيرة كانت تطالب امس انه تخلى تمدد شوي فقرة منامات، وإن شاء الله أنه من اليوم راح نبدأ فقرة منامات راح تكون 45 دقيقة إلى أذان العصر على أساس نقدر نكسبكم وأيضا نقدر أنه نلبي جميع الرسائل اللي ترسلونها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا، الساعة الأولى وساعة الخلطات الطبية وإلى جميع الأمراض بالأعشاب، بس أتمنى ما حد يرسل حلم الحين عشان بس ما يروح عليك على الفاضي. بأمانة أنا أقول لك إذا بترسل بتبدأ ترسل من الساعة 3 تبدأ ترسل حلمك وإن شاء الله نقرأ على طول على الشيخ. طيب نبدأ الآن بقراءة رسائلكم. السلام عليكم، شادي الفايدي أبي وصفة تنحيف الجسم كاملا علما بأني وزني 90 وطولي 175 وأمشي كل يوم ساعة. طيب شوف يا شادي، طبعا أنا ما أؤمن بالمشي بالشارع بأمانة، يعني لأنك تمشي شوي إذا خاصة إذا كان معك أحد، يعني تمشي شوي وتسولف شوي ومن الأشياء هذه. فهي هو يبغالك، شوف أنا ليش أقول أنا ما أبغى منك ساعة، أنا أقول لك 45 دقيقة تبي تكملها ساعة كثر خيرك، ولكن أنا أفضل على السير اللي هو السير الكهربائي. أول شيء ما توقف، يعني فيبدأ جسمك أصلا جسمك أول نص ساعة يبدأ يحرق السكر اللي فيه. الجسم أول ما يمشي أول نص ساعة يبدأ يحرق السكر اللي فيه، بعد النص ساعة إلى 45 دقيقة يبدأ يحرق الدهون. فأنا أفضل أنه السير أو المشي على السير الكهربائي طبعا يكون مشي خفيف، مشي سريع وهرولة خفيفة، لقلنا الركض يحرق العضلات ما يحرق الدهون. المشي العادي والمشي السريع والهرولة الخفيفة هي اللي تحرق الدهون، هذا أول شيء. ثاني شيء لازم تتبع نظام غذائي يكون ما في ما الوجبات ما تحتوي لا على دهون عالية ولا على كربوهيدرات عالية ولا على سكريات عالية، يعني تبعد عن الحلا، تبعد عن الشوكولاتة، تبعد عن الأشياء اللي فيها الكربوهيدرات عالية مثل الرز مثل المكرونة، تبعد عن الدهون الأشياء المقلية بالزيت، المقالي، البطاطس، الدجاج المقلي بالزيت، اللحوم هذه المقلية بالزيت أو أشياء كثيرة تبعد عنها تماما ذي. والمعلومية ترى اللحم في أغلب الأجسام يكون هضمه صعب جدا، يعني فيحتاج وقت. فمشكلة بعض الأجسام يكون الدهون يخزن على اللحوم، تخزن على شكل دهون. فأنا أنصحك أول شيء أنك تبعد عن اللحوم الحمراء تماما بشتى أنواعها.
بعدين تحت يعني تهتم بالفواكه خاصة التفاح الأخضر على البرتقال الكيوي الأناناس. الأناناس الطبيعي جدا يعتبر الفاكهة رقم واحد في حرق الدهون. الأناناس الطبيعية سواء تاكلها أكل أو أنك تشرب عصيرها. أيضا الكيوي يساعد على حرق الدهون. أيضا البقدونس الخضار الأوراق الخضراء البقدونس تساعد على حرق الدهون. السلطة ممكن تسوي سلطة وتاكلها عبارة عن جرجير خس بقدونس سماق ملفوف. أيضا ترى المعلومية ترى الملفوف هذا يساعد الملفوف هذا له مفعول جدا رائع في خفض مستوى السكر في الدم. اللي يعانون ارتفاع في السكر الملفوف له قيمة عالية جدا في خفض مستوى السكر في الدم الملفوف. فممكن المرضى السكر يأكلون الملفوف مع السلطة هذه حقت التنحيف فما تضرهم. فاللي عنده ارتفاع في السكر يعني أكلك الملفوف مع السلطة أول شيء ينحف الملفوف ينحف. ثاني شيء يضبط لك أو يخفض لك مستوى السكر في الدم. وللمعلومية ممكن تشرب الملفوف هذا تغليه على النار والموية حقتها تشربها على الريق. هذا برضو مغلي ورق الملفوف هذا يساعد أيضا على إنزال الوزن. ممكن في الليل برضو ما تتعدى الساعة 8 تتعشى يعني زبادي مع الأشياء هذه راح تشوف وزنك ينزل يعني. طيب لمية من الرياض شوفي بالنسبة للبشرة الجافة طبعا في صابون قلناها انه افضل صابون تعطي تبييض وتصفي البشرة الجافة وكل شيء اسمها صابون التبارك الاسود مكتوب عليها بالانجليزي تبارك والجوة الصابونة لونها اسود. الصابونة داخل الكرتون لونها اسود وبرا على الكرتون مكتوبة تبارك بالانجليزي. صابون التبارك الاسود هذا جدا رائع للبشرة الجافة. بالنسبة لتطويل الشعر قلنا الخلطة هذه تطويل وتنعيم وتكثف لك الشعر وحتى توقف تساقطه جدا رائع. عشان كذا أنا دائما أقولها يعني زيت جوز الهند الطبيعي وزيت السمسم. طبعا الخلطة هذه قلنا أنه تسوي تعمل على تطويل الخلطة وتكثفها وأيضا توقف التساقط إذا عندك قشرة برضه تخلصك من القشرة. طبعا تحطيها ساعتين مرتين في الأسبوع. ساعتين يعني كل يوم ساعتين بس مرتين في الأسبوع فقط. بالنسبة للسؤال الثالث يا لميا يوميا تمسحين على سطح الجلد تجيبين فنجال وتحطين فيه زيت موية زيت الورد طبعا غير موية الورد زيت الورد تاخذين من عند العطارين وتحطينه في فنجال وتجيبين قطنة وتمسحين على سطح الجلد فقط بالنسبة للسمار وراح يخلصك من السمار. STC 847700 موبايل 640-660 زين 74-6262. يا نواف لازم تلعب رياضة لازم تلعب رياضة أساس يخلصك من الدهون الموجودة عندك في البطن والجزء السفلي وعلى الخصر وعلى الفخذين. لازم تلعب رياضة. أيضا تشتري الدراجة الثابتة تلعب عليها نص ساعة هذا ينحف لك أسفل البطن ويشد لك أسفل البطن والفخذين والأرداف هذا يشدهم. السير ينحفك كامل. الدراجة هذه تشد لك الترهلات. أيضا رياضة السباحة برضو جدا رائعة تشد لك الجسم كامل من رأس للرجلين رياضة السباحة. لا يا سوزان لازم الجوز. الجوز موجود في محلات المكسرات
بالنسبة لخلطة الطول الجوز موجود في محل المكسرات. نورة، وصفة الطول عبارة عن قشر 7 بيضات مسلوقة مع مطحونة، طبعا تطحنينها بعد ما تسلقينها، و150 جرام من الجوز المطحون، وتخلطينهم كلهم مع كيلو من العسل، تعبينهم في علبة تحطينها في الثلاجة وتاخذين منها 3 ملاعق يوميا. شامبو ميتال الاندونيسي فاطمة ممكن تحصلين عند العطارين، ممكن تحصلين عند المحلات اللي تبيع المنتجات الاندونيسية يعني. عموما STC 847700 موبايلي 640 660، زين 7462 62. نسمع مريم فارس ونرجع مرة ثانية، خليكم معنا. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، راح فيكم من جديد في الجزء الثاني من الساعة الأولى، وخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. مي أنا أخوكم وليد الخضير، حاب يتواصل معنا عن طريق الرسائل STC 847700 موبايل 640 660، زين 7462 62. طيب روح لابو سلطان يقول هلا اخوي وليد، ابي علاج تصلب الشرايين علما ان فيه السكر. شوف يا ابو سلطان، بالنسبه لتصلب الشرايين والصمامات اللي في القلب حتى، وايضا في اشياء راح اقول لك عليها، في شيء اسمه الناردين. طبعا الناردين معروف عنه انه ينوم ويهدئ، يعني الناردين الاعشاب الناردين طبعا يستخدمونها اللي عندهم ارق وما يجيهم النوم، بدل ما ياخذ المهدئات هذه ياخذ هذه احسن له، لان هذه اعشاب، هذيك لا شيء ثاني، تتحول شيء ثاني بعدين. فالناردين هاي تاخذ ملعقه تحطها على كاس مويه حاره وتشربها. طبعا شوف، يعمل على حمايه الصمامات، ايضا يعمل على علاج تصلب الشرايين، ايضا يقوم ببعض التاثيرات المفيده للقلب مثل زياده تدفق الدم الى القلب، وايضا يحسن قدرته على ضخ الدم، ايضا يقوم بعلاج اضطرابات النبض والخفقان. هذه اعشاب الناردين. نروح للي بعدها، هنا الخلطة للبشرة الجافة والبشرة الجافة مشاعل والهالات السوداء. طيب شوفي مشاعل، بالنسبة للبشرة الجافة هذه خلطة للبشرة اللي فيها جفاف شديد، يعني ملعقة كبيرة من دقيق الذرة، ملعقة الطعام اللي ناكل فيها، أيضا ملعقة كبيرة من قشر الجريب فروت، جيبين الجريب فروت من السوبر ماركت فواكه، تاخذين القشر حقه وتبشرينه زين، تبشرينه بالمبشرة هذه، تبشرينها زين يعني، وملعقة كبيرة من الكريمة، تخلطين المكونات كلها مع بعض وتحركينها مع بعض على أساس أن يكون عندك خليط متجانس. بعد كذا تدهنين الخليط هذا على بشرة الوجه مع تجنب المناطق الرقيقة هذه اللي حول العينين. بعد كذا تعملين تدليك بأطراف أصابعك في حركة دائرية خفيفة مع تركيز التدليك على المناطق ذات الخطوط، يعني مثل الذقن، مثل حول الأنف. بعد كذا تغسلين الوجه بالموية الفاترة ما بين الحارة والباردة. طبعا هذا تستخدمينه يوميا، هذا مناسب جدا خصيصا لحالات البشرة الجافة والبشرة شديدة الجفاف، يعطيك يطري الجلد وينظف تنظيف عميق، وأيضا يعطيها صفاء البشرة هذه خاصة البشرة الجافة. بالنسبة للهالات السوداء اللي حول العين، طبعا لازم تأكدين انك ما يكون مرض، ممكن عندك مرض من أمراض الكبد، ترى ممكن أمراض الكبد تسبب أيضا
ظهور سواد أو الهالات السوداء حول العينين، ممكن أمراض الجيوب الأنفية، ممكن فقر الدم، فلازم تعالجين الأشياء هذه بعدين يروح السواد. لكن إذا كان عندك من الأرق من التعب والأشياء هذه والسهر، طبعا تجيبين أفضل شيء البطاطس الني، تقشرينه وتقطعينه شرايح وتغمضين عيونك وتحط تسترخين وتحطينه على عيونك مدة 20 دقيقة. كرير العملية هذه يوميا. طيب نروح منيرة من حاية تقول لو سمحت تقرأ رسالتي كلها إن شاء الله بقراها. كم مرة استخدم زيت الخروع لتكثيف الشعر في الأسبوع وكم ساعة أخليه وأنا بشرتي مختلطة أقدر أستخدم أي شيء للبشرة الدهنية؟ طبعا يا منيرة بالنسبة للبشرة الدهنية قلنا أنها تستخدمين البشرة المختلطة نفس البشرة الدهنية، الأشياء اللي تستخدمينها مع البشرة الدهنية تستخدمينها مع البشرة المختلطة، والناس اللي بشرتهم مختلطة يقدر يستخدم الأشياء حقت البشرة الدهنية. يعني بالعربي عادي عادي يعني. بالنسبة يعني ما يزود وضع الزيت للمعلومية، يعني ما يزود وضع الزيت عن مرتين بالماكسيمم، بالأخير 3 مرات، بس انت حطي مرتين في الأسبوع بتخلينا ساعتين أوكي، بتنامين فيه أوكي، بس انه مرة ما يزيد عن مرتين في الأسبوع، ما يزيد عن مرتين في الأسبوع. قلنا لك يا نورة وصفة الطول خلاص طيب روح اللي بعدها. اسمي رزان، ابغى تبيض، خلطه تبيض، اعتقد انها اسمها العرايس، تكفى ابغاها. طيب شوفي يا رزان، بالنسبه للعرايس، خلطه العرايس طبعا تستخدمينها قبلها بشهر، يعني مدتها شهر، افضل شيء شهر، مو لازم ترى تصيرين عروسه حتى تصيري متزوجه يعني، مو او حتى لو انك بنت عادي ترى يعني، بس هي اسمها العروسه انه انه لجت افضل شيء العروسه تستخدمها قبلها بشهر يحولها 180 درجه يعني. لازم شهر تستخدمينها يوميا بدون انقطاع. افضل شيء انك تستخدمينها في الليل وتنامين وتصحين الصباح تتروشين. حتى السمرة لو حطت الخلطة هذه راح تحصل بياض يعني. المكونات عبارة عن ربع كاس من الرز المطحون. افضل شيء انك تجيبين رز المصري، رز مصري اسمه صن وايت، رز صن وايت، صن وايت هذا افضل شيء ترى، افضل شيء يعني رز صن وايت. تاخذين منه ربع كاس مطحون، ربع كاس من قشر البيض، قشر البيض هذا تاخذينه وتطحنينه، كاس ونص من الصندل المطحون، علبة زعفران كبيرة، طبعا يفضل الزعفران هذا يكون ناعم يعني، موية ورد، القرنفل هذا عود واحد فقط من القرنفل، والكركم، طبعا الكركم هو الكركم الخاص بالجسم، الكركم الخاص بالتبيض بالجسم يعني. الطريقة تخلطون المكونات هذه اللي قلتها كلها مع بعض وتحفظينها لين الاستعمال. عند الاستعمال طبعا بس للمعلومية يعني تخلطين كل المكونات هذه مع بعض ما عدا موية الورد، ما عدا موية الورد تحطينها في علبة وتحطينها في ثلاجة، إذا جيت تستخدمينها تاخذين اللي تحتاجينه من الخلطة هذه بعدين تخلطينها بموية الورد وتحطينها على جسمك تدعكين جسمك. يفضل حتى تجيبين تدهنين جسمك يعني كامل وتلبسين بجامة مثلا كم طويل زي كذا وتنامين والصباح تقومين تتروشين. أفضل عند التروش تاخذين الليفة هذه المغربية، الليفة المغربية هذه على أساس أنك تخلك الجلد الميت والخلايا الميتة والأشياء هذه أفضل يعني. هذه هي خلطة العرايس. STC 847700 موبايل 640-660 زين 746-262.
السلام عليكم، علاج لحموضة المعدة أبو شذا. شوف أبو شذا، بالنسبة لحموضة المعدة، القرفة معروف أنها تساعد في حالات الحموضة، وحتى عسر الهضم تساعد في علاجه القرفة. يعني الأحماض هذه تسوي على معادلتها ومن الشغلات هذه. عموما عندك طريقتين، يا تسفها سف تاخذ ملعقه من ملعقه صغيره من القرفه وتشرب معاها مويه، او انك تاخذ تجهز مويه حاره، يعني كاس تصبها في كاس وتحط فيها ملعقه من القرفه وتخليها 10 دقائق وبعدين تشربها. عندك الطريقتين هذه، او ممكنك تجيب الشبت الخضار، الشبت هذه الاوراق الخضراء، تمضغها، تجيبها من السوبر ماركت تمضغها مع شرب كميه من المويه معاها طبعا، او انك تجيب بذور الشبت وتغليها مع مويه حاره. هذا الطريقتين هذه. بس للمعلوميه، الشبت اللي عندها حموضه وهي حامل، الشبت ضار بالحوامل، هذاني اقول دائما الشيء الضار بنقول عليه. الشبت اللي عندها حموضه لا تاكل ولا تشرب مغلي بذور الشبت ولا تاكل الشبت، لانه ضار بالحوامل، ما ينفع في حالات الحمل. او من فاصل ونرجع نواصل، خليكم معنا. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، مكملين معاكم الجزء الثاني من برنامج عصريات، معي أنا أخوكم وليد الخضير. اللي حاب يتواصل معنا في الساعة الخاصة بالخضرات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالطب البديل على STC 84700، موبايلي 640-660، زين 74-6262. أبو محمد، طيب بالنسبة ل رسالتك صعبة يا ما تنقال على الهواء، يعني أنا أعتذر لك يعني. طيب الآلام اللي موجودة في الكتف عندك لازم تسوي كشف، يعني لازم تشوف إيش سبب الآلام اللي موجودة عندك في الكتف، يعني إذا لأنك أنت تقول أحس بألم مجهود ومن غير مجهود، فلازم تسوي كشف، لازم تسوي إشاعة عليها يعني عشان تشوف إيش فيه، ممكن يكون لازم تعرف إيش فيها يعني. بس هذا اللي أقدر أجاوب عليه بالنسبة للرسالة حقتك الأولى، صعبة يعني، صعب أني أجاوب عليها على الهواء. نروح بعدها، علاج النسيان، حزام ياسين حزام. طيب شوف، لعلاج النسيان اللي ينسى كثير، طبعا تاخذ 3 جرام من لبان الذكر، لبان الذكر موجود عند العطارين، وتشربه، طبعا تاخذ تحطه في كاس مويه وتحليه بالعسل وتشربه يوميا، هذا يعالج لك النسيان. طيب محمود، عندي شد عضل في الظهر وألم في أسفل الرقبة. شوف بالنسبة لألام الظهر يا محمود، ممكن تجيب أي مسكن موجود في الصيدلية لألام الظهر، وبس تخلط معاه، تضيف له الشطة الحمراء هذه وتحطه مباشرة على سطح الجلد، لأنه معروف أن الفلفل الأحمر في مادة مسكنة رائعة جدا يعني.
أو طريقة ثانية إنك تجيب الفلفل الأحمر العلوب هذه الفلفل الأحمر وتحطها في الخلاط وتخليها تضرب في الخلاط بعد كده تحليها بالعسل وتحطها مباشرة على الألام اللي موجودة في الظهر راح يختفي تختفي الألام عندك طيب أم خالد السلام عليكم لو سمحت وصفة خشونة الركبة وكم مرة باليوم طيب بالنسبة لعلاج خشونة الركبة طبعا تجيبين اللية هذه الدهنة حقت الغنم وتذوبينها على النار وتاخذين من اللي ذوبتيه كاس واحد تجيبين كاس ثاني وتحطين فيه زيت الزيتون تجيبين كاس ثالث وتعبينه موية ورد يصير عندك ثلاث كاس في اللي ذوبتيه من الدهنة وكاس في زيت زيتون وكاس في موية ورد تخلطينهم كلهم مع بعض وتبدأين تحطينه في علبة يعني وتدهنين في الركبة يوميا مرة واحدة يوميا تستمرين عليه لين ما خلاص يعني تحسين بالتحسن يعني بالنسبة للوزن الزايد في الأفخاذ يا ميار عندك قلنا لازم طبعا تبطين الأكلات اللي فيها شوكولاتة والأكلات اللي فيها سكريات يعني توقفين من أكل الشوكولاتة التويكس والسنيكرز والأشياء هذه طبعا والحلى الحلى أي شيء فيه سكريات تبعدين عنها بالليل تتعشين بدري وتجيبين دراجة دراجة ثابتة قيمتها 300 وحاجة كده تلعبين نص ساعة يوميا نص ساعة يوميا راح تتخلصين خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع بإذن الله من الوزن الزايد الموجود عندك في الفخذين بس بشرط تبعدين عن الحلى والسكريات والحلى تماما تبعدين عنها والعشاء يكون خفيف وما يتعدى الساعة 8 بس هذا اللي عليك والدراجة فقط يعني طيب عبد الله القحطاني يقول انا حلال طلع عندي كوليسترول مرتفع شوف بالنسبه للاشياء اللي تعالج الكوليسترول طبعا عندك التفاح التفاح من الاشياء اللي يعالج الكوليسترول عندك ايضا الريحان عندك الزيت اسمه زيت حار موجود في عند العطارين هذا برضو يعالج الكوليسترول عندك الخرشوف برضو من الاشياء اللي تعالج الكوليسترول عندك زيت الزيتون برضو من الاشياء اللي تخفض الكوليسترول عندك عندك زيت الكتان برضو من الأشياء اللي تعالج الكوليسترول الشاهي الأسود والشاهي الأخضر برضو من الأشياء اللي تخفض الكوليسترول عندك اللوز اللوز برضو من الأشياء اللي تعالج الكوليسترول وعندك أيضا الخروب كل هذول أشياء تخفض لك الكوليسترول طيب STC 847700 موبايلي 640-660 زين 746-662 يا عبدالله شوف يعني أفضل طريقة لعلاج القولون العصبي خلال أسبوعين بإذن الله راح يختفي تماما يعني تجيب ملعقة من اليانسون الحب وملعقة من الحلبة الحب وملعقة من البابونج تحطها بوسط كاس فاضي بعد كذا تضيف على نفس الكاس نص ملعقة من المستكة المطحونة وتضيف برضو ملعقة من الزنجبيل المطحون ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون بعد كذا تصب الموية في وسط الكاس اللي فيه الأشياء هذولي موية حارة وتغطي الكاس لمدة ربع ساعة بعد كذا أيضا تشربه قبل الوجبات بربع ساعة ثلاث مرات ثلاث مرات يوميا خلال أسبوعين إن شاء الله ما راح تحس بالألم أبدا يعني. طيب أبو عبد الرحمن أفضل طريقة لتنظيف القولون شوف يعني ممكن على أساس أنك تنظف القولون وتشيل الانتفاخات اللي موجودة في القولون ممكن تأخذ ملعقة من القيسوم أو ريحان الأرض يعني ملعقة وتحطها على كاس موية مغلية وتخليها لمدة 10 دقائق بعدين تشرب المستخلص
المائي هذا يوميا، هذا ينظف لك القولون ويعالجك انتفاخات اللي موجودة في القولون. أيضا برضو نفس الطريقة هذه اللي تأخذ ملعقة من القيسوم أو ريحان الأرض اللي حطيت على كاس موية مغلية، برضو ممكن تخليها 10 دقائق، بعدين تأخذ 4 نقاط منها وتعطيها للأطفال. هذا يعتبر فاتح للشهية بالنسبة للأطفال، هذا يعتبر فاتح للشهية بالنسبة للأطفال. لازم تتأكد يا عبد العزيز إنه إذا جسمك نحيف وأنت تأكل عادي وزي كذا، لازم تتأكد إنه ما يكون عندك فقر دم، ممكن يكون عندك سكر، ممكن يكون اضطرابات في الغدد، ممكن يكون عندك وراثة، يعني ممكن أشياء كثيرة تمنعك، فلازم تسوي تحليل. إذا ما طلع عندك شيء سهل إنك إنك تسمن يعني. أبو رغد، أكليل الجبل متوفر في عند العطارين بكثرة، أي عطار عنده أكليل الجبل يعني. قلنا ال يا رزان قبل شوي قايلين لك خلطة العرايس يعني، قبل شوي بسم الله يعني. اللي يرسل حلم، الحلم الحلوم تبدا الساعة 3 يعني، فلا تخسر رسالتك الحين يعني. ما في وصفة لإزالة الكرش بدون رجيم، اللي يقول لك كذا ما عنده سالفة، ما في بدون رجيم، ما في، مستحيل. طيب منار، بالنسبة للاسمرار الشفايف وهذا، تجيبين كريم العسل. طبعا انت تسوينه كريم العسل، عبارة تجيبين ملعقة من عسل النحل ونص ملعقة من شمع عسل النحل وملعقتين من زيت اللوز. طبعا اول شيء تاخذين العسل، ملعقة العسل، وتذوبينها مع نص ملعقة من شمع العسل. بعد كذا لذوبتيها تضيفين لها ملعقتين من زيت اللوز وتحفظينهم في برطمان صغير، وعند النوم بس تاخذين بطرف اصبعك وتدهنين الشفايف وتنامين، ولا كنت الصباح تغسلينها. تكرر العمليه هذه راح تشوفين الشفايف فيها تحسن كبير جدا. حسين الجسمي، ونرجع على طول، خليكم معنا. وجهتنا السعوديه الف الف اف ام، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، راح فيكم في الجزء الأخير من الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. أنا أخوكم وليد الخير. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق الرسائل STC 847700، موبايلي 640-660 زين 74-6262. بس أذكركم أن الساعة الجاية راح تكون فقرة منامات مع الشيخ يوسف الحارثي. طيب هنا خالد، مساء الخير اخوي، وصفه تبييض وتنظيف البشره اذا تكلم. طبعا ابو خلود لازم تقول لي نوع بشرتك يعني، عشان اديك شيء ينفعك يعني. لازم تقول بشرتي دهنيه، بشرتي حساسه، بشرتي مختلطه، بشرتي جافه، عشان اقول كيف، ايش الصابونه المناسبه، ايش الغسول المناسب لتنظيف الوجه، بس عشان كذا يعني. السلام عليكم ورحمه سلمان، ابي علاج ضيق التنفس. طيب شوف، في الأعشاب اسمها القراص الشائك، هذه تلاقيها عند العطارين، أعشاب اسمها القراص الشائك. طبعا تاخذ ملعقتين صغيرة من العشب، بيجيك مجففة أصلا، الأعشابها مجففة، تاخذ ملعقتين منها وتحطها في كاس موية حارة طبعا، وتخليها 10 دقائق، أو أنك تغليها على النار 5 دقائق براحتك يعني. بعد كذا تحليها بالعسل، ملعقة صغيرة من العسل، وتأخذ 3 أكواب يوميا تشربها، الصباح والعصر وبالليل قبل النوم، الصباح على الريق والعصر وبالليل قبل النوم. هذا يعالج لك إذا كان عندك التهاب في الشعب الهوائية أو شيء، أو ضيق في التنفس أو شيء، بإذن الله سبحانه وتعالى هذا يعالج لك الشيء ذا. رنا، بالنسبة لاضطرابات النوم قلنا عندك الناردين، أعشاب الناردين قلناها تو أنها مهدئة وتخليك تنامين إن شاء الله. الناردين
أعشاب اسمها أعشاب الناردين، تاخذين ملعقة وتحطين على كاس مويه حارة، تخلين 10 دقائق وتشربينها قبل النوم بنص ساعة، إن شاء الله تساعدك على النوم. أكيد يا سلطان بالنسبة للحجامة أكيد جدا رائع للصداع المستمر أكيد، وبرضه ممكن تجيب زيت الزنجبيل وتدهن يوميا المكان اللي فيه صداع زيت الزنجبيل. قلنا لك يا حزام جاوبنا عليك نسبة للنسيان، قلنا تجيب 3 جرام من لبان الذكر وتحطها في كاس موية مغلية وتشربها. نواف شوف البشرة الدهنية مش يعني البابايا ما تجي معها نتيجة جدا رائعة، يعني البابايا لا هي يعني البشرة الدهنية يعني، بس أنا أنصحك بصابونة الكبريت هي أفضل شيء للطبي، الكبريت الطبية هذه أفضل شيء للبشرة الدهنية. تغسل البشرة يومية. بالنسبة للبقع، أما البقع هذه السوداء ممكن تستخدم كريم اسمه كريم الريتين اي، بس ما تتعرض للشمس، لأنك لو تعرضت للشمس راح يزود البقع عندك، فما تتعرض من الشمس يومين راح يقشر لك البشرة، بعد اليومين هذه بدون ما تتعرض للشمس تدهن المكان اللي تقشر هذا كله تدهنه بكريم الجلوسوليد، كريم الجلوسوليد هذا تدهن فيه يوميا، هذا راح يخلي بشرتك زي الأطفال. طبعا كريم الريتين اي هذا تاخذه من الصيدلية. نواف تنحف لك، شوف الدراجة تنحف لك أسفل البطن والأفخاذ والأرداف، الدراجة ثابتة تنحف لك أسفل البطن والأفخاذ والأرداف. ابو زهير من ابو زهير محمد قلنا علاج خشونه الركبه، طبعا تجيب اللية حقت الغنم وتذوبها على النار وتاخذ الزيت حقها، بعد ما تذوبها تعبيه في كاس، تجيب كاس ثاني في زيت زيتون وتجيب كاس ثالث في مويه ورد، تخلطهم كلهم مع بعض وتحطهم في علبه وتبدا تدهن يوميا على الركبه، تستخدمها كدهن. طيب حامد المالكي علاج الربو، شوفي حامد حتى اللي قلناها القراص الشائك ممكن، ترى علاج جدا رائع برضو مشروب القراص الشائك المغلي هذا جدا حلو، علاج جيد ترى للربو، لانه شوف الاقراص القراص الشائك هذا يحتوي على مواد مضاده للهستامين، مضاده للهستامين، فجدا رائع لعلاج الربو. ايضا الفراوله، ترى الفراوله جدا رائعه برضو لعلاج الربو، تحتوي على فيتامين جيم، تشربها عصير وتحليها بالعسل، تشربها يوميا وتحليها بالعسل. الله يعطيك العافيه عبد المجيد، وانت والله عزيز وغالي بعد عبد المجيد. وجاسم علاج الحبوب اللي في الظهر، يا اما انك تاخذ لك حمام شمس وتسبح في البحر يومين إن شاء الله يعالجها، أو أنك تجيب الفيتامين سي الفوار هذا، فيتامين سي وتحطه في كاس نص كاس موية وتاخذ قطنة وتدهم في الأماكن اللي فيها حبوب سواء في الظهر أو في الصدر يوميا، هذا راح ينشف الحبوب ويخليها تروح. عموما وصلنا لنهاية الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. ذكركم أنه بعد موجز الأخبار راح يكون معنا الشيخ يوسف الحارثي مفسر الأحلام، اللي حاب يرسل يرسل من الساعة 3 وراح نقول لكم أو راح نقول للشيخ ويفسره بإذن الله على STC 847700 موبايلي 640-660 زين 744-6262. نطلع الفاصل موجز الأخبار ونرجع بعدها نواصل، خليكم معنا.